فهمك. حبوب منع الحمل بتعمل ايه في بيتي؟ زيدان 5 سنين وانا مستني وهم، وانت رافضه انك تحملي مني؟ طب ممكن بس يا زيدان تسمعني؟ لما انت ما بتحبنيش عايشه معايا ليه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ امال عايز انا اقول لك ايه؟ ده انا بقالي 5 سنين كل ما بقرب منك بحس انك مش معايا خالص، ليه؟ انا ماليش دعوه بالكلام اللي في دماغك. لا مش من اللي في دماغي، من اللي بشوفه منك. وانا قبل كده قلت لك ما تعيشيش معايا في يوم من الايام غصب عنك. بعدين تعالي هنا، هو في حاجه معينه انا معرفهاش حضرتك مش عايزه تخلفي مني عشانها؟ انت عيل. بطل الكلام ده يا زيدان، الكلام ده هو اللي بعدني عنك. انا ما بحبش الشك. اسمعتي ايه؟ انا ما خلصتش كلامي.